التمرير، التعاون، الإحكام، التأهب، التسديد، فالإحراز. كرة اليد، الكرة التي يتحرك فيها اللاعبون بسرعتهم القصوى، يتسارعون فيها للاقتراب من المرمى بغية إحراز الأهداف في شباك الخصوم، حيث الاقتراب بات ممنوعاً في مواجهة تصدي المدافعين. اكتسبت هذه اللعبة الاهتمام البالغ من قبل الاتحاد السعودي لكرة اليد ليعلن عن استضافة المملكة العربية السعودية للبطولة الآسيوية 15 للرجال لكرة اليد جدة 2012. يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أشيد بالخطوات التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده لقطاع الشباب والرياضة. ولعل تثمين هذه الجهود وهذا البذل الكبير تجاه شباب هذه البلاد الطاهرة هو الاهتمام بكل ما فيه رفعة شأن جميع السعوديين عامة والرياضيين خاصة، ودائما توجيهات القيادة بدعم المناشط الرياضية والشبابية، ولعل آخرها ما نسعد به اليوم وهي البطولة الغالية، بطولة سيدي خادم الحرمين الشريفين على كأس الكرة الآسيوية للعبة كرة اليد. فلا شك أن هذا الأمر وهذا التقدير من الاتحاد الآسيوي، ووجه الشكر بهذه المناسبة لرئيسه الشيخ أحمد الفهد الصديق الذي اعتز به والذي خدم الرياضة الآسيوية من خلال هذا الاتحاد ومن خلال المجلس الآسيوي، كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه البطولة، متمنيا إن شاء الله لكل من يحضر المملكة العربية السعودية كل التوفيق والسداد، ونرحب بهم جميعا على أرض المملكة، ونتمنى إن شاء الله لهذه البطولة أن تكون البوابة للمنتخب السعودي للتأهل لكأس العالم، ونتمنى إن شاء الله لكل ضيوفنا الكرام كل الراحة والاستمتاع في المملكة العربية السعودية، ونتمنى إن شاء الله لرياضتنا السعودية أن تكون بإذن الله دائما وأبدا في رفعة في كل مجال. وتشارك في البطولة 10 دول، وهي السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، الأردن، اليابان، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، إيران، وتعتبر هذه البطولة البطولة المؤهلة لتصفيات بطولة كأس العالم للرجال إسبانيا 2013 التي تتطلع لها جميع الدول المشاركة في هذه البطولة الأهم. ولم يأتي اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة هذه البطولة من فراغ، وإنما أتى من جهود حثيثة تبذل في سبيل النهوض بكرة اليد السعودية وما حققته من وثوق تام وجدارة مطلقة في القدرة على إقامة مثل هذه البطولات وإنجاحها وإتمامها على الوجه المشرف. أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما بذلوه من جهود جبارة من تهيئة البنية التحتية القوية في المملكة العربية السعودية تمكنها من استضافة الأحداث الرياضية والبطولات المجمعة. كما أشيد بالجهود الجبارة التي قام بها الرئيس العام رعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد بدعم الملف السعودي في الاتحاد الآسيوي لاستضافة التصفيات الآسيوية في مدينة جدة. حقق الاتحاد السعودي لكرة اليد التميز بتشكيل فريق منافس على المراكز الأولى قادر على مناكفة المنتخبات القوية، مكتسباً للمهارات والقدرات ما يمكنه من تمثيل المملكة في المحافل الدولية وبطولات كؤوس العالم ضمن مختلف الفئات. المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة التنظيم ومواكبة المرحلة والارتقاء بالعمل
الفني والإداري. هذه العلاقة القوية والمتينة والثقة الموجودة بين الاتحادات والأندية هي ما نأمل أن تؤتي ثمارها إن شاء الله تعالى في هذه البطولة بإذن الله، ونصعد إلى كأس العالم نفرح سويا بإذن الله. ومن حصيلة إنجازات المنتخب السعودي لكرة اليد أنه شارك في بطولة كأس العالم 5 مرات، إذ تأهل منتخب المملكة الأول إلى نهائيات كأس العالم في اليابان عام 1997، وفي مصر 1999 بعد أن حقق المركز الأول في التصفيات الآسيوية، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم في فرنسا عام 2001، وفي البرتغال عام 2003، وفي كرواتيا عام 2009. هذا إلى جانب العديد من الانتصارات. جماهيرنا الحبيبة، أنتم اللاعب رقم 1، سر الانتصارات، مصدر قوة الأخضر السعودي. اللاعبون ينتظرونكم لتزفونهم إلى كأس العالم. هذه البطولة بين أيديكم وعلى أرضكم، فأكملوا نجاحها بالحضور والتشجيع الحضاري. تتجلى روح لافتة، نثق بأبنائنا، نثق بالكرة السعودية، وكل التوفيق لباقي المنتخبات لنشهد بطولة مزدانة بالمنافسة الشريفة والمشرفة. فأهلا بكرة اليد الآسيوية في المملكة.